مزموري وإنجيلي عشية اليوم التاسع من شهر برمهات. المزمور: طوبى لمن اخترته وقبلته، يسكن في ديارك إلى الأبد. استجب لنا يا الله مخلصنا، يا رجاء جميع أقطار الأرض. هللويا. من إنجيل معلمنا متى البشير: اسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. واعلموا هذا، أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينهب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في الساعة التي لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان فيها. فمن هو يا ترى العبد الأمين والحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم، إنه يقيمه على جميع أمواله، والمجد لله دائما أبدي.